فرحة بالعيد جاء، والله أجزل بالعطاء ذهب الظما شهر الدعاء. يا فرحة بالعيد جاء، عيد المحبة والتبسم، المسلم يدعو لمسلم، وقلوبنا لله تسلم، والأرض تفرح والسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير، وما زلنا في الفقرة الأولى من أعياد الندى، ومعنا في الفقرة ديت ثلاثة جننوني في برنامج أزهار القرآن. من ضمنهم واحد أنا قلت له في الحلقة كده، أنا ممكن أسيب لك مكاني تقعد أنت تذيع الحلقة، أسامة محمد. ازيك يا أسامة؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ عامل إيه؟ إيه اللي في هدوء؟ ما شاء الله، يعني لسه بس عشان ما بدأناش الايه الحلقه يعني. ازيك يا اسامه؟ منور، مبروك. مبروك. طيب انت عايز تقول لي تقبل الله صح كده؟ ما احنا قلنا تقبل الله منا ومنكم، ده ايه؟ ده الاصل في المعايده عند المسلمين صح كده؟ بارك الله فيك يا اسامه. والجميله الثانيه اللي برضو مش جننتني قوي بس هي جميله يعني كده، فاطمه عصام. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه ما شاء الله. لبس العيد ده؟ ها؟ وسام برضه لابس لبس العيد برضه؟ اه عاوزه لبس العيد برضه؟ ما شاء الله ما شاء الله. انت كويسه ولا كويسه؟ كويسه كتير قوي. كتير قوي؟ ما شاء الله ما شاء الله. يعني تقبل الله منا ومنكم يا فاطمه. ماشي؟ الجميله الثالثه هي جودي محمد. ايه العروسه الجميله دي يا جودي؟ ما شاء الله. جابتها لي. ها؟ تيتا جابتها لي. تيتا جابتها لك، ما شاء الله، فيها شبه منك كتير. ربنا يبارك فيك يا جودي، برضو جميله جدا، وكانت ماسكه نفسها في الحلقه وكانت بتقول لي بس عشان انا ايه مش عايز اتكلم عشان الحلقه تعدي على خير في وقت الحلقه صح كده. انا سعيد بيكم انتوا ثلاثه، وان شاء الله تكون فقره جميله جدا. الفقره اللي فاتت كان معايا ريتال، وكان معايا يامن، وكان معايا جانا صح، وجانا كانت بتتكلم وريتال شويه ويامن ما كانش بيتكلم، لكن عارف انتوا الثلاثه بتتكلموا ما شاء الله. كانت بتلعب في المايك لغايه ما ضيعت المايك. ولا المايك؟ المايك. المايك كانت بتلعب في المايك؟ اه كانت بتلعب في المايك لغايه لما ضيعت. اللي هي مين بقى؟ جنى. جنى اللي كانت لابسه الاسدال اللي هو البنفسجي ده. جنى جميله حتى. لا دي مش جنى، دي حبيبه اللي كانت معاك في المره اللي فاتت. ده بتتكلمي على كانت معايا في البرنامج بتاع اظهار القران صح كده؟ اه. لا انا بحسب حد من اللي كانوا معايا دلوقتي. طيب يا اسامه انت بتعمل ايه في العيد يا اسامه؟ بعمل في العيد؟ اه بنصلي العيد والعيد ده بيجي بعد رمضان. والعيد ده لازم العيد اصلا هو ده السنه. وسيدنا محمد بيعمل وسيدنا محمد بيعمل كل حاجه سيدنا محمد بيعمل كل حاجه احنا لازم نعمله. عشان السنه دي ايه؟ السنه دي احنا ما نصليها ربنا يكتب لنا حسنات كتير. جميل قوي قوي. اسامه بيقول حاجه جميله جدا جدا على فكره، اسامه مثقف جدا يعني. وسامي بيقول دلوقتي بيقول كل حاجه كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم احنا نعملها في العيد صح كده؟ صح. يعني النبي كان بيصلي العيد، نصلي العيد، نصلي السنه. نصلي السنه الجميل، وما بنبصش يمين ولا شمال. ولا ورا ولا قدام. نبص تحت الارض بس واحنا بنصلي. لا احنا بنبص صاد، احنا نبص قدام. نبص قدام. احنا نبص قدام ولا كده ولا كده ولا كده. طب مش هنتخيل، المفروض احنا نبص مكان السجود ده في الصاله. ها مش بيعمل قوي. مين ده؟ مفيش حد بيصلي قدام بابا، روح ماشي وبيلعب. يعني جميل جدا جدا، حاجه معلومات كتير جدا. يعني لما حد يكون بيصلي ادينا كده يلعب لوحده، يعني ما حدش يلعب وهو بيصلي. ده اسامه بيقول لنا. وفاطمه بتقول ما يعني انا امبارح قلت لبابا هو ينفع العب شويه؟ زقتنته قال لي ممكن، فروحت العب شويه عشان لازم نستاذن بابانا الاول. يعني انت لما رحت تلعبي في العيد وانت في العيد رحت تلعبي استاذنتي باباكي، لكن في الصاله مفيش لعب صح كده؟ وفاطمه بتقول لازم صلي السنه. ما شاء الله ما شاء الله. ناخد اتصال. حاجة احسان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم. انت بخير وصحه جيده يا رب كده وسعاده على طول يا رب. الله يرفع قدرك يا امي، ربنا يحفظك دايما في سعاده يا شيخ اشرف. عيد على طول يا ربي على طول. يا رب يبارك في عمرك يا رب.
ازيك يا اسامه؟ الحمد لله يا حبيبي. ازيك يا اسامه؟ انت وحشني يا اسامه، انت وفاطمه وجودي. زودي يا زودي يا حبيبتي، قاعده على السوله. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. وانت طيبه وحضرتك طيبه. انا عايزه تليفوناتكم بقى عشان ما بس افتر معاكم بعد كده. ربنا يبارك في عمر حضرتك. حاولوا تجيبوا لي تليفوناتكم عشان اكلمكم يا اولاد. الله يرفع قدرك يا امي، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله، الله اكبر عليهم الثلاثه، اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. كل عام وانت بخير يا شيخ اشرف. وانت بخير يا امي، ربنا يبارك فيك. منور كده ومحدش يعرف يحاول الاطفال الحلوه ده اللي حضرتك. الله والله انا ببقى سعيد جدا وانا في وسطهم، يعني ما شاء الله عليهم يعني. اللهم صل على النبي. بتسعدنا يا شيخ اشرف والله، ربنا يسعدك يا رب. الله يفقدك انت والاسره الكريمه والعائله الكريمه كلها، عائله حضرتك. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك يا ام، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اسامه خلاص انا عايزه تليفونك يا اسامه وفاطمه. نعم. وزانه وجودي خلاص. ان شاء الله ان شاء الله يا ام، ان شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. واللي حابب يتواصل معانا عبر صفحه الفيسبوك الخاصه بألف لام ميم، العنوان موجود على الشاشه اللي حابب يتواصل معانا اثناء الحلقه. انا طلعت بفوائد كتير جدا جدا منكم دلوقتي. اولا ما حدش يلعب وبيصلي، نصلي نتابع سنه النبي صلى الله عليه وسلم الاول، بعد كده نصلي السنن صح؟ السنه عموما، السنه اللي هي قبل القبليه والبعديه، وبعدين كمان محدش يلعب الا باذن مين؟ بابا. محدش ينفع كده ينزل اللي يلعب لوحده يروح يلعب لوحده، او يروح يلعب لوحده في الشارع. لازم يستاذن مين؟ بابا وماما او بابا. ماما او بابا صح؟ ما قالوا له لا يقعد جنبهم، ما قالوا له يلعب. يعني يسمع الكلام، اول ما يقولوا لا يعني لو حد عايز ينزل تحت في الشارع يستاذن امه الاول او بابا. لو قالت له لا ايوه ما ينزلش، ما ينزلش ابدا. ايوه بالظبط. لا ينزل بقى لو في وصيف هم يلعبوا عليه وما ينزلوش على الشارع. هو المفروض احنا نلعب في النادي يا اسامه صح كده؟ ما بنلعب في السباحه. بنلعب في السباحه، هنفرطش بقى على نفسنا. ما شاء الله ما شاء الله. طب مين فيكم حضر لنا كده حاجه نقولها يقولها للمشاهدين الكرام؟ انا وانا كمان. انتوا الثلاثه؟ طب ناخد الاول باسامه. ماشي ها؟ مش مشكله زي بعضه. يلا يا اسامه. طب ما حضرت لك وصلت واحد والعيد وليا فكره. وايه؟ وفكره. طب خلينا ناخد صله الرحم الاول. ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. جميل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على ايه؟ صله الرحم. وانت تقول حديث؟ طب ناخد السلطه وبعدين ناخد نسمع منكم. لا انا بس انا حضرتك يا شيخ، ما انا قلت انا كده، قلت ربنا يستر على الحلقه دي. بعد ما نخلص، بعد ما حضرتك تخلص الاتصال هقول لك معناه ايه. طيب ماشي. معانا اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. كل سنه حضرتك طيب وانت طيبه والاهل جميعا بخير. ربنا يخليك. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. عاملة ايه يا بطوطة؟ كويسة الحمد لله ان شاء الله. وحشتيني كتير، انت وحشتيني كتير. وانت وحشتيني كتير اوي اوي. اوي اوي، انت امورة اوي ولبس العيد عليكي جميل. ما شاء الله ما شاء الله عليها جميل. وكمان انا باخد بالونات. ايوه وفي كحك عندنا وبسكوت وحاجات كتيرة. ايه؟ ايوه انت قمر يا بطوطة. كحك بشوكولاتة واي حاجة. انت يا اموره يا بطوطه، هستناكي بكره بقى. بارك الله فيكي يا استاذه اسماء. هستناكي بكره بقى ان شاء الله يا بطوطه. بتقول لك هستناكي بكره خلاص؟ روحي لها بكره ان شاء الله. ماشي؟ بارك الله في حضرتك يا استاذه. يوم الثلاث هروح. ما بكره الثلاث. انت مش عارفه بكره ايه؟ ماما هتقولي بكره الثلاث. لا انا عارفه. بكره الاربعاء؟ بكره الثلاث. الاربعاء. ده بكره الثلاث، بكره الاربعاء. انت نسيتيني انت. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا استاذه اسماء. مين استاذه اسماء؟ اموقه. اموقه؟ ما شاء الله نورتينا كده انت. طيب نسمع بقى من اسامه. اسامه، شوف اسامه هيقول ايه، هيشرح لنا الحديث. الحديث ده معناه اللي هو لازم يسأل على قرايبه. أيوة. ويزورهم لو عندهم حاجة حلوة. أيوة. يقول لهم مبروك، ولو هم تعبانين يروحوا يساعدوهم،
ده كده اللي هو بيوصل الرحم، يعني كده بيروح يساعد الناس ويزورهم. ما شاء الله يصل رحم يعني. واللي بيقطع الرحم أيوة. لا اللي هو مش بيسأل على قرايبه ولا بيزورهم، ولو عندهم حاجة حلوة مش بيقول لهم مبروك، ولو هم تعبانين مش بيقول لهم ألف سلامة أو مش بيقول لهم ربنا يشفيك ولا يساعدهم. ده يبقى وحش. وأخويا عمار تعبان. ألف سلامة عليه، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه. قولوا امين. امين. وانت تسمعينا ايه بقى يا فاطمه؟ انا النزعات. النزعات، ما النزعات دي تقرا بقى في البرنامج صح ولا ايه؟ طب قل الله احد. طيب انت حافظه اسماء الله الحسنى؟ انا عارف انت حافظه اسماء الله الحسنى. اه بجد؟ اه ها؟ اه حافظه. طب يلا سامعين، عشان احنا قرانا قران كتير قوي، عشان قرانا قران كتير في برنامج اظهر القران. ايه؟ عندي حديث. عندك حديث؟ طب نسمع بس من فاطمة وبعدين نسمع من جودي، خلاص كده؟ يلا يا فاطمة سمعيني اسماء الله. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، والواحد الحي كذا المليك، والمالك المالك لا شريك، والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعال الوتر قد تجلى. كفاية كده، انت ما كملتش الأسماء كلها تمام؟ كنت جبت جزء منها صح كده؟ اه. طب ناخد حاجة خديجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا أمي؟ ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ أشرف، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وحضرتك بخير وانتم بخير والاهل جميعا بخير، ويعاد عليك الايام بخير ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ويجعلوا عيد كده مبارك عليك وعلى الاسره الكريمه. الله يرفع قدرك يا امي، ربنا يبارك فيك. وايه الاطفال الجمال دول؟ اه زي العسل ما شاء الله عليهم. فاطمه الجميله دي، فاطمه الجميله، اه وجودي الجميله، جميل، واسامه بقى ما شاء الله عليه، ما شاء الله على الجميع. ربنا يبارك فيهم ومبارك لاهاليهم يا رب فيهم، ويجعلهم من حملة القرآن الكريم. آمين يا رب العالمين. وما شاء الله البرنامج ناجح ناجح، وربنا يجعلك في نجاح دائم على طول. آمين يا رب العالمين، ربنا يبارك فيكم، ربنا يغفر لنا ولكم. وبعدين ريهام هتكلمك اهي وهتقول لك، وبعدين يوسف هيكلم حضرتك. طيب ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة ريهام، ازي حضرتك يا شيخ أشرف؟ كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. البرنامج جميل بصراحة، وعيد سعيد عليك. وانا متكلمة عشان اسامة. اسامة بس؟ ده انا معانا اتنين جميلات كمان في ال هم كلهم جمال، بس حلقة اسامة بصراحة كانت مميزة ان شاء الله عليهم جميعا يعني. ربنا يبارك فيهم يا رب، الواحد فعلا بيفرح لما بيشوف النماذج المشرفة دي ما شاء الله عليهم. ربنا يبارك لهم ويبارك لاهاليهم فيهم ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير، ربنا يبارك فيك. يوسف هيكلم حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله في نعم والله، الحمد لله. طيب انا بحب حضرتك قوي، الحلقات دي بحبها قوي. ربنا يحبك حبيبي، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وانتم بخير. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. ها كنا بنقول ايه؟ اسماء الحسنى وقالت اسماء الله الحسنى وقالتها مين؟ فاطمه الجميله. وقبليها اسامه الجميل قال لنا ايه؟ حديث عن صلة الرحم. عن صلة الرحم. جودي بقى محضرنا ايه؟ انت حطيتي العروسه كده في الارض ليه كده؟ تعبتي منها؟ اه طيب خليك. ها انا حضر لكم حديث. محضرنا حديث؟ يلا سامعين حديث. ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. ما شاء الله، حديث جميل جدا 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 جدا. ده لازم نتعلم، نقعد نتعلم قرآن كتير. أيوة. وما نتفرجش على الكرتون ابدا. لو ماما قالت لنا لا. أيوة. انا بجيب سورة الانفطار بسمعها واقول ورا الشيخ اللي بيقول عشان انت تحفظي سورة الانفطار دلوقتي صح كده؟ الانفطار. اه معلش انا غلطت يعني، بس انا قلتها كده برضو. انا كنت حافظ لحد سورة ايه؟ الزلزلة. الزلزلة؟ وانا كمان من فوق. أيوة. لتحت الزلزلة. من فوق لتحت الزلزله. ايه من فوق لتحت الزلزله؟ بس انا مش حافظ ولا يعني من سوره النبأ لحد من عمل لحد الزلزله. اه طيب، ما هي برضه حافظ اكتر منك. بس انا حافظ الزلزله كتير قوي.
سمحتي بس يا شيخ. أنا مش عايز سوية الضحى ولا صوت. أنا عايزين وعد بقى يا أسامة دلوقتي وإحنا في العيد بقى. الطريق ما شاء الله دي وصلت كمان عدتك خالص يا اسامه. عايزين وعد يا اسامه بقى وعد منكم كلكم كده ان نحفظ القران كله كاملا. صح يا اسامه؟ صح. وعد. وانت يا فاطمه تحفظ القران كله؟ اه. وانت يا جودي؟ ماما بتشغلي النزاعات وعبسه والانفطار وعمه. طيب لو سمحت بس. نعم. انا مش حافظ صوت الضحى ولا صوت القارعه. مش حافظ. هتحفظهم ان شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا خلاص؟ اتفقنا. ممكن اشكر حد؟ تشكر حد؟ اه. طب بعد ما ناخد دعاء طيب؟ ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذ دعاء. حضرتك يا شيخ أشرف. في نعم والله والحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة والأهل جميعا بخير. ممكن أكلم بطوطة؟ بطوطة؟ بطوطة يعني إيه؟ ما مش عارف مين فيهم بطوطة. أنا. فاطمة؟ ليك يا فاطمة. معاكي فاطمة. الحمد لله. عاملة ايه؟ كويسة ان شاء الله. انت وحشتيني كتير قوي. وانت كمان. انت عارفاني انا مين؟ ايه؟ مين هي؟ مين اللي بتكلمك؟ ماما دودو. ماما دودو؟ سما بتسلم عليكي. اقعدي اقعدي يا جودي. انا بطوطة. اه. قولي لها بطة بتقولك. ايوه. بتحبك قوي فاطمه. بارك الله في حضرتك استاذ دعاء، ربنا يبارك فيك. في ايه بس؟ في ايه؟ البالونه بتاعتك ايه تحت؟ انا عايزاها دي. انت عايزه الاثنين دول؟ ها؟ عايزه. طب يا فاطمه هتسمع كلامي وتاخد الواحده اللي تحت دي. طب انا كنت عايزه اخد اثنين. طب خدي دي واديك واحده وانت ماشي. اتفقنا؟ لا مش عايزك تزعلي. ها؟ خدي دي، خدي اللي تحت دي. ها؟ حد يجيب لنا بالونه بسرعه. عشان هي اديتك واحده اهي، شفتي بقى؟ خدي يلا اهي، ودي اهي. شفتي ما شاء الله جودي، ده الايثار بقى، الايثار ده جميل جدا جدا. لعبه بس في قاعه. طب ما تديها الاثنين وخدي انت اللي لوحدها. بدل ما المشكله على الهوا. بس واحده ما اتفكتش ابدا. طيب خلاص، مش واحده ما اتفكتش احسن من اثنين مربوطين؟ ما شاء الله. طيب يا اسامه انت عايز تسمعنا ايه تاني؟ هتقول ايه تاني؟ اول ما يفكوا هما البلالين ويخلصوا القصه بتاعتهم دي. فكتيها؟ طب اديها واحده بقى. انا هقول الفكره. ما شاء الله عليك يا جودي. قولي الفكره؟ طب سمعنا الفكره. الفكره اما الواحد يصحى من النوم. ايوه. يلاقي لعب الشيطان ماتش. لو ماتش الحسنات والسيئات. يا مش ماتش ازاي بس استفلت. العبوا ماتش الحسن اسمه الحسنات والسيئات. لو يعني انت بتتخيل ان الواحد ممكن شايف الشيطان قدامه وبيلعب ماتش. اه يعني لو الشيطان خلى الواحد يعمل حاجات كتير غلط وهو سمع كلامه، هو كده الشيطان هلا وهو اللي هيكسبه. لكن لو الشيطان عن الانسان حاجه وهو ما سمعش كلامه وعمل الصح كتير، هو اللي هيغلبه. هو اللي الانسان هو استنى بترجم لك ها. هو بقى كده اللي لا لو قلنا بسم الله. سيبها بس تقول. نسمح تقول ايه؟ ها لو قلنا بسم الله او للاكل. نقول بسم الله. ما نسينا نقول بسم الله. نقول بسم الله اوله واخره. ده هي معلومه جديده هي. اللي ينسى يقول بسم الله وهو بياكل يقول بسم الله. عقبال بقى ما يفكوا الشباك دوت. معانا عبد العزيز. السلام عليكم يا عبد العزيز. أيوة. السلام عليكم. السلام. ازيك؟ تمام. ها اخبارك ايه؟ تمام والله. صرفت العيديه ولا لسه؟ ايوه. صرفتها كلها؟ طب تقبل الله منا ومنكم يا عبد العزيز. يا رب. عايز تقول حاجه لمشاهدينا الكرام؟ انقطع الاتصال. كنا حابين نسمع عبد العزيز هيقول ايه لمشاهدينا الكرام. نكمل اللي خلى اسامه بقى يقول. مش هو اللي كان بيتكلم في الفكره؟ نشوف هيقول ايه وبعد كده ارجع تاني. لا لو الانسان جاب في الشيطان حاجات كتيره. لو الشيطان قال له حاجه وهو ما عملهاش وعمل الصح هو اللي اكتر. الانسان هو اللي هيكسب الشيطان. الشيطان هو اللي هيخسر الدور. هو اللي هيخسر الدور صح كده؟ هو الانسان هو اللي هيكسب والشيطان هو اللي هيخسر.
وكمان كده الشيطان يروح النار خلاص. انتوا عارفين اصلا والانسان هو اللي هيروح الجنه. اه الانسان هيخش الجنه لكن الشيطان هيخش جهنم، صح كده؟ عارفين اصلا الشياطين في رمضان بتبقى محبوسه، ربنا حابسها. اه ربنا حابسها طول رمضان عشان ما تعطلناش عن الطاعه. وكمان ازاي واحد وكمان العيد. ها؟ وكمان لا اول يوم العيد على طول في ليله العيد بيتفكوا تاني ويرجعوا تاني، فاحنا عايزين الفتره الجايه دي نحذر من الشيطان عشان يضحك علينا. صح؟ لا لهب لهب الشرير. صح؟ لهب الشرير ايه؟ ابو لهب. ابو لهب شرير ربنا دخله النار ودخل مراته كمان النار. ايوه صح، في صوره المسد. انا حافظ صوره المسد كمان. طب اللي هي بتقول ايه بقى؟ لا هي بتقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله ما انا حافظ القرآن ما شاء الله عليكم. يعني حبل يعني المسد ده اللي هو حبل في جيدها كده اللي هو الحبل كله نار. حبل من مسد، حبل من النار. طب ناخد الاتصال ده معانا مين؟ مدام ساميه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ اشرف؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه، ربنا يبارك فيك ويحفظك. ربنا يحفظك يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، يعني ضيوفنا جمال ما شاء الله. ازيك يا بطوطه؟ ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. ازيك يا فاطمه، عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان يا تيتا، وحشتيني جدا. انا تيتا يا حبيبتي. وانت وحشتيني قوي قوي قوي. وانت وحشتيني كتير يا بطوطه، ربنا يبارك فيكي. حضرتك اديتيها العيديه ولا لا في العيد ده؟ اديتيني العيديه ولا لسه؟ انت مش عارفه؟ شايله لك العيديه يا حبيبتي. انت لسه حضرتك دي بقى العيديه بقى ان شاء الله، هي كانت جميله جدا في الحلقه. ودي العيديه كتير. هديك العيديه يا بطوطه. حاضر. تيتا هتديك العيديه اهي. نسيبها بالنص لو انت بقى. ماشي؟ اتفقنا؟ ايه؟ فكر في الموضوع. موضوع ايه؟ الموضوع اللي الكبار بيتكلموا فيه، فكر فيه. ايه الموضوع اللي الكبار بيتكلموا فيه؟ مش عارف والله. كل ده عشان قلت لك نقسم العيديه سوا. احنا لسه ما رتبتش الموضوع. طب احنا كده خلاص الفقره ديت قربت الحل. انا مش حابب اسيبكم خالص خالص خالص، انتوا جمال والله ما شاء الله عليكم. بس على فكره الحلقه ما خلصتش. لا عندنا فقرات تانية خالص. دي الفقره الاولى بس بتاعتكم انتوا اللي كانوا قبليكم، لكن عندنا فقرات تانية لسه كتير. عمو انت فاكر قصه الهدهد؟ اكلهالنا يا عمو. احكي لكم قصه الهدهد. خليها بقى حلوه تانية ان شاء الله. ماشي؟ انا بقى هقوم اديكم انا العيديه عشان انتوا ما تقوموش. ماشي اتفقنا؟ دي عيديه القناه مديها لكم هديه. تمام؟ هديه. اسامه كل سنه وانت طيب. هبوسه ما شاء الله. فاطمه تقبل الله منا ومنكم ما شاء الله ما شاء الله. جودي تقبل الله ما شاء الله ما شاء الله. الحلقة كانت جميلة، والفقرة الأولى والثانية كانوا جمال. أتمنى إن كل فقراتنا في هذه الليلة تعجب حضراتكم. الفقرة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله تكون مميزة، وكل فقراتنا بإذن الله تعالى هتبقى مميزة بإذن الله تعالى وفضله ومنه علينا. بشكر في نهاية الحلقة ضيوفي في الاستوديو، بشكر أسامة محمد. بارك الله فيك يا أسامة. بارك الله فيك. انت نايم ولا ايه؟ انت كنت عايز تتكلم حد، يعني تشكر حد على الهواء، صح كده؟ اشكر مين عشان نسيت؟ اشكر جدي اللي بيحفظني القران. ربنا يبارك في جدك اللي بيحفظك وعلمني الساعه. علمك ازاي تشوف الساعه، يعني تعرف الساعه يعني. وتيتا علمتني القران. ما شاء الله ربنا يبارك في تيتا جد وتيتا. تمام؟ وعمته بتعلمني، عايزه اتعلمت قران كتير عشان احفظه. ربنا يبارك في عمته. طب كفايه كده عشان ما اجيبش العيله كلها، يبقى احنا مش هنخلص الحلقه كده. بارك الله فيك. وبارك الله فيكي يا فاطمه عصام. بارك الله فيكي. بارك الله فيك. نورتيني.
وجودي محمد. بارك الله فيك يا جودي. بارك الله فيك. شرفتينا يا جودي، ربنا يبارك فيكم. يعني فاصل قصير إن شاء الله ونبدأ مع الفقرة الثانية من فقرات هذه السهرة، انتظرونا. يا فرحتنا بالعيد جاء، والله أجزل بالعطاء، ذهب الظما شهر الدعاء. يا فرحتنا بالعيد جاء، عيد المحبة.